اهلا وسهلا بكم. نسال كل من يسمع صوتنا في تونس الكبرى على 89.93 في ولايه القيروان. هذه سونتي 5.5 راديو الحياه اف ام، اول اذاعه مختصه في الصحه. ساسباسيسي في احد النزل الخاصه بولايه المنستير ومن تنظيم المنزج الجهوي للصيادله بالوسط ايام 21. ساس لو رونديفو بين كل أطراف والمشاركين بصفة مباشرة أو غير مباشرة للصيادلة بمشاركة زادة وطنية. وسعيد جدا بحواري مع الدكتور رفيق موسى نائب رئيس المجلس الجهوي للصيادلة بالوسط. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا بك، بارك الله فيك وشكرا على إذاعتكم اللي تهتم بقطاع الصحة، وإن شاء الله نعطيه الإضافة من خلال التدخل هذا. جوسكا وجوغدوي قديش من مؤتمر، قديش نعبر عدد المشاركين في المؤتمر هذا؟ العدد طيب. المشاركين نتصوروا بالنسبة للدورة هذه نتصوروا باش يكون رقم قياسي، معناه ما عملنا ما وصلنا له. السنة الفارتة ما أقلش من 400 و450 كانوا حاضرين، فهمتي، معناه مسجلين باش واكبوا الدورة عدد 20. بالنسبة للسنة هذه الحقيقة معناها حضرنا لها، والمجلس الجهوي كل أعضاء حضرنا لها منذ مدة يمكن شهرين ولا ثلاثة، وعنا تحضيرات معناها يوميا واجتماعات يوميا، وكان اختيار للمواضيع اللي باش نتطرقوا لها مواضيع حساسة، وضيوف من خيرة معنا في تونس، من أساتذة جامعيين، من أساتذة مبرزين، من باحثين باش يكونوا حاضرين معنا. وكما يقولوا الضيف الشرف، الضيف الشرف واللي مشكور مشكور جدا اللي لبى الدعوة باش يكون حاضر معنا، هو البروفيسور ديدي راو اللي يظهر لي ما فماش تونسي ما تابعوش معنا في بداية الكوفيد. هو من أكبر الباحثين في العالم في ميدان لمالادي انفكسيوز، ومعروف بالأبحاث متاعه، معناها لي فيروس باسمه هو، راو عنده لي فيروس باسمه هو، من ولتوا مازال في سكون ابل لانستيتيو ميديترانيان دي مالادي انفكسيوز اللي هو اللي كان المؤسس نتاعو والمدير نتاعو، وهو شخصيه مثيره للجدل. معناها ويمكن هذاك هي الاضافه اللي باش تجي، اللي فما برشا صيادله ومن اخصائيين في الصحه باش يكونوا هنا حاضرين ونتصوروا، اعطيناه مساحه زمنيه كبيره ياسر في التدخل نتاعو، خاطر باش نتصور باش يكونوا برشا اسئله وتساؤلات. والمحاضره نتاعو كنت معه بكري دوم 40 دقيقه، غدوها تقريبا على 11، وخلينا له اكثر من ساعه ولا ساعه ونص للتدخلات، خاطر ما نتصورش فما واحد ما ينتوش باش يسالوا علاش الكوفيد وعلاش الكلوروكين وعلاش الفاكسان وعلاش وعلاش وعلاش، وهذاك هو اللي باش هو الفايسيد باش يعطي الاجابات معناها للتساؤلات الكل. صحيح. يقنع ولا ما يقنعش هذاك هو مش معناه عادي، ولكن معناها نتصور باش تكون محاضره قيمه وتدخلات معناها ما تري بيرتينونت، معناها تكون بريمون بالفايده ولا بالفايده. وان شاء الله احنا الحاجه اللي خايفين منها سيك العدد اللي يحبوا يحضروا في المحاضره كبير برشا، وان شاء الله القاعه تكون الاستيعاب نتاعها، ان شاء الله نحاولوا نوفقوا، وعملنا حتى قاعه اخرى ذاك كرونجيون باش العباد ما تقعدش محرومه، وربي يوفقنا. ولكن سي لا رونسون دو سوكسي لو روفير دو لا ميداي، معناها طريق النجاح. لا هذاك هو، فهمتي، معناها وربي يوفقنا. معناها نشكر كل اللي جاوا معنا هاك من اليوم، عندنا لي زاتولي هذوما الورشات، فهمتي، معناها التكوينيه دي زاتولي دو فورماسيون ديجا كلهم معناها فيش كومبلي، كلهم مليانين، ومعناها أول مرة معناها طلب كبير برشا أكثر من طاقة استيعاب لزاتولي، خاطر زاتولي مش دي كونفيرونس، سي ان نومبر ليميتي، خاطر فيها انتراكتيف، معناها سؤالات وجوابات الكل، وكلهم فهمتي معناها أنا دي ريفوزي. معناها الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله تكمل على خير، وبحضوركم وبالتغطية الإعلامية وبالتغطية معناها بكل صراحة. معناها نشكر الناس الكل اللي من قريب ولا من بعيد كانوا ساهموا في نجاح الدورة هذه، نتمناو معناها تكون نالت إعجاب الجميع. سي رفيق ما ننساوش كي نقولوا صيادلة، جوست نحب نحي الكليشيه اللي عند التوانسة، مش نحكيو كان على الفارماسيان، لكن حتى من المصنعين سلسلة كاملة سي توت اون شين. لا هو حتى راهو أبار معناها بالنسبة للمستشارين، فما معناها مصنعي الأدوية دي لابوراتوار كبار نتاع أكبر معنا في تونس، ولكن فما كل شيء، فما سكابيل المكملات الغذائية، لي كومبليمون اليمونتير، فما لابارافارماسي، فما الدرمو كوسمي
كوزميتيك، معناها معناها الصيد لا بكل اختصاص اختصاصاته. والحاجة اللي نحب نقولها راهو برشا عباد ماشي في بالهم كونغري نتاع الفارماسي معناها راهو الفارماسيان اللي عنده فارماسي هو اللي لا لا سي اون بارتي دو لا بروفيسيون، معناها معناها جزء من المهنة، مهم مهم المهنة وعنده وزن واحد كل. ولكن نشوف فيهم أنا اللي كانوا يسجدوا معناها في معناها في الحضور نتاعهم عندنا برشا من المستشفيات، عندنا الفارماسيان من القطاع العمومي، عندنا من الصيدلية المركزية، عندنا من الكلية برشا معناها أساتذة فهمتي معناها وباحثين في الكلية، عندنا جماعة من وزارة الصحة، عندنا من معناها من كل ما هو فهمتي يتعلق فهمتي معناها الخدمة. فماش كل فارماسيان أوفيسينال، فما اندستريال، فما هوسبيتالي، فما كل شيء معناها موجودين في كل بقعة. سي رفيق خمس خالصيتك النائب رئيس مجلس الجهوي للصيدلة بالوسط، توا الفارماسيان دو ايتر ان بون جيستيونير مع نقص الادويه، يل دو جيري سيت كونترانت مع المريض اللي مستنس كل يوم تقول له دوايه فيتال يبدا باش ما يخافش، يل دو اوسي جيري سيت كونترانت اللي دخلت في الكوتيديان وكانه نتاع صيد دخلت في الكوتيديان. ولا بكل صراحه معناها ولا شيء معناها الصيدلي ولا يتعب برشا في معناها توفير الادويه خاصة اللي متعلقة بالأمراض الحياتية، المرضى المزمنة كما نقولوا متاع الشرايين، متاع أمراض السكرية، متاع أمراض الغدد، يغيبوا يحضروا، هاو جاو شهر، هاو غابوا ستة شهور، وهذه معناها وضعية نعانيوا فيها من ممكن توا مع 10 سنين، فهمتي؟ وإحنا نعانيوا فيها وبكل التدخلات وبكل معناها الفولونتي متاع الفارماسي سنترال متاع وزارة الصحة واحد الكل، ولكن هي أزمة نتصورها أكثرها أزمة مالية، خاطر معناها لازم تخلص المخابر معناها بالعملة الصعبة واحد الكل. احنا نحاولوا ديما نلقاو الحل مع المريض، فهمت؟ نلقاو الحل مع الطبيب باستشارة الطبيب باش نوفروا له، خاطر يبدا فما دواء فما الجنيس نتاعه ما عادش عندنا مشكل. المشكل في الأدوية اللي ما عندهاش الجنيس نتاعها، وال وعنده حق المريض راهو معناها نفسانيا يرتاح للدواء، هو كي تبدل له اللون تاع العلبه يقول لك لا مش فرد دواء، ما ديرك باش تبدل له دواء باسم اخر واحد الكل. الحقيقه عاملين مجهودنا ان شاء الله، احنا ماذا بينا الوضعيه نتاع الصيدليه المركزيه تتعافى وترجع الى سالف نشاطها، معناها خاطر باش يبداو في بلدان العالم الكل باش تلقى 20 30 40 50 دواء باش متوفرين، هذه حاجه عاديه. اما كي يوليو بالمئات هنا يولي فما شويه قلق، واحنا متفائلين في انتعاشه معنا تدخل في الاطراف، خاطر هي حلقه تعرف حلقه الفارماسي سنترال سيدي المركزيه جزء من الحلقه المستشفيات ومع الكنام ومع حلقه اللي هي ان شاء الله ان شاء الله بيودنا تلقى حل في اقرب الاوقات، فهمت؟ خاصه للمريض احنا فهمتي معنا خدمه للمريض، خاطر احنا في وجهه مع المريض، لا الفارماسي سنترال ولا فهمتي البنك سنترال ولا حتى شيء، هو يعرف الصيدلي لازم يوفر له الدواء. صحيح الحل ان نمشيو للمصنعين التوانسه، إلي طون اليوم نفي بلوس كونفيونس اون فاسيليتي تاعها. احنا عندنا يمكن في افريقيا من اكبر فهمتي معناها عدد نتاع مصنعين بالنسبه لعدد السكان معناها والمصنعين نتاعنا يشهد لهم بالخبره وبالكفاءه واحسن مثال هو اللي توا معنا فما مصنعين اسوا مصانع معناها في الساحل العاش في السنغال في كذا واحد كلهم مشاو لافريقيا معناها قاعدين عندهم دكرون ماشي في افريقيا، علاش؟ خاطر عندهم الكفاءه والكل. بيان سور ما تنجمش تصنع 100% من الادويه، ولكن انا نجم نقول لك اليوم فما 70% من الادويه مصنوعين في تونس، وهذه حاجه معناها خارق العاده، راه معناها من قليل البلدان في افريقيا وفي العالم العربي ينجموا معناها يضاهيوا تونس في حكايه صنع الادويه. مرحبا بكم الناس الكل، ساسباسي سي بحد نزول الخاصة بولاية المنستير، احتفال الصيادلة خلينا نقول هكا هذه الأيام 21 للصيادلة التوانسة بالوسط. أن كرو ميرسي دكتور رفيق موسى نائب رئيس المجلس الجهوي للصيادلة بالوسط بور الانترفيو. بارك الله فيك، عايش ميرسي.